يوم الأربعاء القادم الموافق 18 من شهر كانون الأول ديسمبر يصادف اليوم العالمي للغة العربية. لهذا قررنا نحن فريق الصليط الإخباري أن نقدم هذه الحلقة باللغة العربية الفصحى، حلقة جديدة. وجب التنبيه أعزائي، هي مجرد محاولة وأتمنى أن لا تكون محاولة فاشلة، وأنتم أيضا حاولوا واكتبوا لنا تعليقاتكم باللغة العربية الفصحى. كأس الخليج العربي 24 أو ما يعرف به خليجي 24 هي بطولة كرة قدم تتنافس عليها دول مجلس التعاون الخليجي إضافة لليمن والعراق. هذه البطولة كانت مميزة لأنها أقيمت في الدوحة عاصمة قطر المحاصرة من بعض الدول الخليجية، فكانت فرصة وأملاً لتصلح الرياضة ما أفسدته السياسة بين الدول والشعوب، وهذا ما حصل بالفعل. فعلاً نعم هو كذلك. والله اليوم في الملعب رجع، أي والله رجال ما قصر، بس والله حزين عليك يا أخي، والله تستاهل الفوز. هذا أنا سعودي والله، خليهم البعض إن شاء الله. مين حبيبي؟ شاب حد من هلا في قطر، شوف الدموع شلون دائما قطر تجمع ما تفرق. كما رأيتم مشاهد جميلة جدا، كنا نعتقد أننا لن نراها مجددا. فعلا نيكولاس، ولكن وكما جرت العادة جت الحزينة تفرح، ما لقيت لهاش مطرح. مروة هاي عمية مش فصحى؟ نيكولاس، هو اليوم العالمي للغة العربية مش اليوم العالمي للغة العربية الفصحى، يعني اللهجات المحكية لغة عربية. آه طيب تابعي. فما كان يا نيكولاس من أصوات المبغضين إلا أن ارتفعت حقداً وافتراء. فعلاً مروى، في ناس جلدهم بحكهم لن يهدأ لهم بال حتى يشوهوا هذه المشاهد الجميلة ويدسوا السم في العسل. حسبي الله ونعم الوكيل، سوتيها صح. حبكة الفيديو ما زبطت مع اللي عامله، الجمهور مزور، ما في جمهور سعودي في الملاعب القطرية في هذه الدورة من كأس الخليج، فقط المنتخب بدون جمهور وبدون حتى صحفيين. باختصار بلاش حركات يا بعض الكويتيين المتحمسين لقطر. آهن آهن منك يا مذيعة، ماذا أقول لأذني إن سألت فمي عنك؟ يوري مرقدي. أولاً لنفرض جدلاً أن المقطع كاذب ومفبرك، مع أنه ليس بكاذب وليس بمفبرك، لكن لنفرض جدلاً أنه كاذب ومفبرك، ما المشكلة؟ صدقاً عزيزتي المذيعة، أين المشكلة؟ مقطع يهدف إلى نشر المحبة والتآخي بين شعوب دول الخليج، أين المشكلة فيه؟ صارحيني عزيزتي المذيعة، صارحيني، ما الذي أزعجك حقاً؟ هل ما أزعجك هو احتمالية أن يكون المقطع كاذب ومفبرك؟ أم أن ما أزعجك حقاً هو إعادة نشر الحب والتآخي بين شعوب دول الخليج؟ صارحيني عزيزتي المذيعة، صارحيني، كمشتك، كشفتك. ثانياً المقطع ليس بمفبرك وليس بكاذب، وإليك الدليل. قالت منتم سعوديين والجمهور، لا الجمهور كان سعودي، وهذا جوازي وللمصداقية هذه صورتي، والكويت اللي تكلمين عليها الكويت تاج راسك. رأيت عزيزتي المذيعة، لماذا تضعين نفسك في هذه المواقف؟ لماذا لا تستغلين هذه الأحداث الجميلة لبث الحب والسلام والطمأنينة بدلا من بث الحقد والكراهية في النفوس كالنار في الهشيم؟ نيكولاس خوري، نتمنى أن تعود المياه إلى مجاريها وتعود شعوب دول الخليج شعبا واحدا. من الخليج ننتقل إلى العراق. مندوب العراق في الأمم المتحدة ألقى كلمة أساء فيها إلى الشعب العراقي وإلى الثورة العراقية، فلنسمعها معا. إن القوات الأمنية لا تقوم بأي أعمال تعرضية أو هجومية، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين عن القانون المندسين بين المتظاهرين. هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات، بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية، وأدى ذلك إلى وقوع ضحايا وصل عددها إلى 300 شهيد وأكثر من 1500 جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية. إن العالم الرقمي حقيقة معاصرة وحق للجميع، ولكن السلطات دفاعاً عن حق المجموع مرغمة أحياناً لتقييده عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية
وتعطيل الحياة العامة. الآن سيأتيني أحدهم وسيسألني: نيكولاس، أين المشكلة في كلام هذا الرجل؟ نيكولاس، أين المشكلة في كلام هذا الرجل؟ المشكلة أن كلامه مليء بالأخطاء، أخطاء مقصودة غير مقصودة، الله أعلم. كلا، اذهبي. اسمح لي يا سعادة المندوب أن أصحح لك أخطائك. أولاً، قتلة الشعب العراقي ليسوا جهات مندسة بين المتظاهرين وليسوا جهات مجهولة. قتلة الشعب العراقي معروفون ومعروفون جيداً، قوات الأمن العراقية وميليشيات تابعة للأرجنتين. يقصد إيران. ثانياً، عدد شهداء العراق في اللحظة التي تفوهت فيها بهذا الكلام تجاوز 400 شهيد. أما عن عدد الجرحى فقد تجاوز 17,000 جريح، والعدد للأسف في تزايد. أما ثالثاً، قطعكم للشبكة العنكبوتية بشكل مؤقت لم يكن بهدف حماية العراق من الفتنة والكراهية والتحريض كما ادعيت، بل كان بهدف حمايتكم أنتم والتستر على جرائمكم بحق الشعب العراقي ومحاولتكم البائسة لإفشال الثورة. أنتم يا سعادة المندوب بحاجة لقطع الشبكة العنكبوتية عن العالم أجمع، وقطع الاتصالات عن العالم أجمع، وحبس كل الحمام الزاجل حتى تمر أكاذيبكم. مرور الكرام، من العراق ننتقل إلى فلسطين. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج عن صمته وقال: أنا الأوان لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وأنا الأوان لأمريكا أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن كما فعلت في الجولان والقدس. اسمحوا لي أن أتكلم بالعامية لدقيقة واحدة، أريد أن أردح. اردح بالعربية الفصحى. تباً لك نتنياهو وتباً لأمريكا. سنرد على نتنياهو وسنرد على أمريكا رداً مزلزلاً، ولن نحتفظ بحق الرد. جاهز خالدي؟ هيا هيا امسي خوري in the house yo. ها ها امسي خالدي in the house yo. Listen you نتنياهو، listen you ترامب. It's our land, our country and our map. Before before and you get more, you need to stop the crap. You understand me or you dumb. Palestine is yours? No it's not. The Golan Heights are yours? No they're not. Falafel and hummus are yours? Say what? Please Netanyahu, your mouth you better shut. If you love them so much, give them Washington DC. But first ask Putin if he agrees. Haha. You got burned, Trump. You got burned. Everyone will remember you got burned by Khoury. You think your statements make you intelligent? Flash news. Your whole country is a settlement. I'm not gonna continue this blah blah argument. Let's end the song and get into my segment. مساءكم معطر بورد الياسمين. صرح رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لوكالة الفضاء الأمريكية وحكى: صار الوقت للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مجرة درب التبانة وما حولها. صنفت منظمة جينيس للأرقام القياسية الفنان المصري تامر حسني كأكثر فنان بيستأجر مراهقات لحتى يصرخوا بحفلاته. دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الشعب اللبناني إنه ما يسمح لليرة السورية إنها تتفوق على الليرة اللبنانية بسباق التدهور أمام الدولار. أكدت الدكتورة ابتسام إنها رح تتخلى عن قيلولتها لحتى تشارك في الانتخابات الجزائرية. عاجل، أكد مصدر مقرب من برنامج الصليط الإخباري إنه فريق العمل حيكون بإجازة لحتى بداية العام الجديد. خالدي حبيبي، هذا الخبر حقيقي. كيف يعني حقيقي؟ رح ناخد إجازة عن جد؟ هذا اللي أجاك، انهي انهي. كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة. يسقط نيكولاس وما وشكراً لينا وديما. شكراً خالدي. مواطنة كندية مصرية وجهت رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبكل صراحة أعجبتنا الرسالة وأحببنا أن نشاهدها معكم. وجب التنبيه، الرسالة قديمة لكن صاحبة الرسالة طالبت الفنان محمد علي بإعادة نشرها. أرض الحق صلب وأرض الباطل هشة، أقل حاجة بتحركها كلمة، مجرد كلمة أو رأى على موقع افتراضي ينزل جيوش في الأرض، ننزل جيوش في السماء، ننزل جيوش على السوشيال ميديا، نسجن، نعتقل، علشان أرض الباطل هشت. يعني أنت لما تيجي تحارب الحق عامل زي اللي بيحفر في المية، مهما عملت أرض الحق هتفضل صلبة
وأرض الباطل هتفضل هشة مهما نزلت جيوش. صدقا يا صديقتي، لقد أشعلت الحماسة في قلوبنا، لهذا سنضع يدنا بيدك وسنوجه رسالة إلى السيسي وإلى غير السيسي وإلى كل الدكتاتوريين الذين يبطشون بشعوبهم وبثورات شعوبهم. مروة وخالدي، هل أنتم جاهزون؟ هيا هيا. رسالة لكل الدكتاتوريين العرب، لهم جميعا، لا أستثني منهم أحدا. يا دكتاتوري اسمع، استمر في بطشك، اعتقد في رأسك أنك خالد على عرشك. لن يدوم حكمك، والله لن يدوم عصرك، مهما حاولت رفع الأسوار حول قصرك. مهما طالت الدروب، النصر دوما للشعوب، ظلمكم وقمعكم وذلكم لن يدوم. ثورة الشباب ستسترد الحق المسلوب، حينها من العدالة لا مجال للهروب. ثورات شعوبنا ستستمر ولن تقف، فالفكرة لن تموت والأقلام لن تجف. اسألوا من قبلكم، إن عاد سيعترف أن الحق لا يضيع ومن طغى سينجرف. من مصر ننتقل إلى لبنان. وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من روما طلب من بعض الدول الأجنبية أن تتدخل وتساعد لبنان في منع بعض الدول الأجنبية من أن تتدخل في شؤون لبنان. أنا هنا لأطلب منكم اليوم في ظل هذه التشعبات الجيوسياسية وفي ظل التعقيدات الداخلية التي يعيشها لبنان أن تساعدوه بإبعاد من يتدخل في شؤونه لكي يساعد نفسه على البقاء حياً والخروج من أزمته العميقة. نكرر لمن لم يفهم المقطع، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من روما طلب من بعض الدول الأجنبية أن تتدخل في لبنان وتساعد لبنان في منع بعض الدول الأجنبية من أن تتدخل في شؤون لبنان. طبعاً القصة لم تنتهي هنا. في نفس الخطاب جبران باسيل قال بالحرف الواحد إنه في حال حدوث نزوح من لبنان إلى خارج لبنان، فالنازحون اللبنانيون سيكونون نعمة على الخارج، أما النازحون غير اللبنانيين فسيكونون نقمة على الخارج. نقمة. قد يكون بعض اللبنانيين معتادون على هجرة وطنهم في الأزمات الكبيرة، والبعض منكم يفرح بإدماجهم نجاحا في مجتمعاته، كما اندمج 14 مليون منهم في العالم منذ 150 عاما، وهم يبقون أينما كانوا في الخارج رئة لبنان الثانية، إلا إذا رحلوا جميعهم فينتهي لبنان، ويكون ذلك ضربا لهم ولكم، لأنه يقيكم من الإرهاب ويمتص عنكم الكثير من الصدمات. أما ضيوفه فمنهم من سيطمح تطورا أو سيطمع تطرفا بالانتقال إليكم، ولبنان لن يستطيع منعهم من نقل مشاكلهم معهم لتحل عليكم. بشرفك جبران باسيل، بشرفك اللبنانيون نعمة واندماج، والسوريون والفلسطينيون نقمة وإرهاب. نيكولاس نيكولاس يا عزيزي يا عزيزي، لا تحرف الحقائق، هو قال بعض الضيوف ولم يقل كلهم. أحقا؟ أحقا أحقا أحقا. ولماذا لم يقل بعض الطرفين؟ لا أعلم يا صاح، والله لا أعلم يا صاح. على كل حال، هل أنت جاهز للخبر القادم؟ ما هو الخبر القادم؟ مصيبة من الجزائر. ماذا حدث؟ أخبرني. انصرف كي أتكلم. لكني لست دولاراً أو شكاً لأنصرف. روح من وشي يا زلمي، روح من وشي، طلعتوني على الفصحى. في الجزائر هناك محاسبة لبعض رموز النظام الجزائري السابق، أحدهم رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيا. سأل القاضي المتهم أويحيا قائلاً: يا أويحيا، هناك الكثير من الأموال في حسابك يا أويحيا، من أين لك هذا يا أويحيا؟ من أين لك هذا؟ فأجاب أويحيا بكل شفافية ومصداقية وبراءة: سيد القاضي، نعم نعم صحيح، أملك الكثير من الأموال، لكنها كلها هدية من أصدقائي. والله هيك حكى، خلصت القصة. أبوس إيدك، عرفني على أصدقائك، مين هم أصدقائك؟ مروة، خالدي، هلمو. ماذا؟ بالله عليكم، عليكما، بالله عليكما،
بالله عليكما، أنتم أصدقاء وهؤلاء أصدقاء، أجيبوني. نعم. لا، أين النقود؟ أين النقود يا بئس الأصدقاء؟ يا 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 بئس البخلاء. انصرفوا من حياتي ومن برنامجي. انصرفان. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا وموسمنا السابع. أتعلمون ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الآن، كما عودناكم أن لا نعودكم دائما، أترككم مع فيديو الأسبوع. أنت ما نزلت امبارح مع الشباب؟ نزلت لأنه أخواتنا وعائلتنا وأحبائنا، وابن عمي ماخد مسيحية، وابن عمي ماخد وحدة، يعني كلنا أهل بالنهاية. عمك أهل مسيحية بنتين يا فادي، يخرب بيتك شو الذنب. وهذه هي. وأنت أيضا مثل خالدي ومروة، بئس الصديق، بئس الصديق. كان معكم نيكولاس خوري، مروة الحراتي، أحمد الخالدي، فريق العمل الصليت الإخباري. لنا لقاء آخر في الموسم الثامن. بس أنا مش فاهم ليه طول الحلقة بنحكي مكسيكي. أنت مش فاهم عامة. Thank you.